أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكفر من استحل شيئا من الصغائر؟ لا، يكفر إذا استحل شيئا مجمعا على تحريمه. أما الشيء اللي فيه خلاف فيعذر عن التكفير بوجود الخلاف، لعله أخذ أو قلد من قال بذلك فيدرى عنه التكفير. فالتكفير إنما يكون في الأشياء المجمع عليها إجماعا قطعيا. نعم.